عين على السوق، عين على السوق، عين المواطن على السوق وما فيه أسعاره وماليه. صوت العدالة كتختكم، كتختكم في رمضان في جولة تفقدية لمنتوجات البلاد في الأسواق المغربية. عين على السوق مع محمد عطيف، مع محمد عطيف. السلام عليكم أخويا. المهم كنسول نشي على البصلة، البصلة أخويا راه غالية، هذيك قباطية، هذيك البصلة قباطية اللي رخيص، الأخرى البصلة الغالية ديك الكركوبة راه 8 دراهم 9 دراهم 10 دراهم. وبنادم هنا بنادم ما عندوش، مسكين ورمضان والمصاريف كثرات وكذا، بنادم راه ما كياخذ موال، فهمتي، بنادم ما كياخذ موال، راه هاد البصلة هادي وبنادم حاير معاه وكلشي. الثمن ديال هادي هادي 60 ريال، الاخرى 8 دراهم 9 دراهم، كتوصلش ل 10 دراهم. بنادم ما غايقدش على المصاريف رمضان كثرات وكذا. لا بنادم فهمتي كيتشكى بزاف من السلعه ومن الاثمنه ديال هاد الشيء، بزاف غالي بزاف. السلام عليكم الاخوان، دابا الشلاطه راه غاليه، دابا في المارشي دايره 60 درهم 1400، الخرشوف داير 120، الزيبينار داير 160 في المارشي، البريكولي داير 360 ريال في المارشي، حنا شنبيعو فيه ب 460، الشباب 30 ريال، الربيع بدرهم، الكرافس الكيلو داير 240 الكرافس، الغلا خويا الغلا، سوري زرايا خامجه كاع طايبه شنبيعو فيها 120، في المارشي دايره 100 ريال، فهمتي اخويا؟ الله يحسن العوان، هاد الناس الدراويش راه ما لقاو ما ياكلوا اخويا. دايره في السوق، دايره 5000 ريال في السوق. وخامجه، في السوق وخامجه. هذا هو الحل. شحال كتباع الموطين؟ شحال كتباع الموطين الكيلو؟ دابا تيباعوها بفرانك 10 دراهم. 10 دراهم الكيلو؟ اه. كامله خامجه من تحت كامله. اه توجيه اصاحبي تشريهم كامل خامجه طيبه. طيبه بزاف. اه ديال 6 ونص في المارشي، ديال 6 ونص في المارشي. اه شحال كتباع الكيلو؟ تنبيعها ب 9 دراهم. 9 دراهم كاين شي قبال المواطنين في السلعه؟ شويه 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 يكون بيع وشراء. اه شويه شويه. بالنسبه للباربا، الباربا دايره 600 صندوق، شحال تبيعها ب 4 دراهم 80 ريال. اه ولكن الصندوق ما فيه حتى 10 كيلو ما فيهش. ها 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 صندوق ما فيهش 10 كيلو ما فيهش، صندوق 30 درهم 10 كيلو ما فيهش. وفيه التنقية. وفيه التنقية. واش النقية هو؟ بلاش بلاش. رشيد. وفيه التنقية. يعني ما كنسلي لكم الكلام والو. معمرين وصاف. شوف هنا عاوتاني عندنا البصلة، عاوتاني هنا عندنا البصلة 6 دراهم 110 دراهم في المارشي، تنبيعها ب 8 7 تنبيعها 8 دراهم 7 دراهم. وفيها الكسور، فيها الخسائر، فيها الخسائر، كاين خسائر عاوتاني هنا، خسائر فيها الخسائر. السلعة ناخذوها بثمن وتنجو نبيعوها هنا بثمن. بغينا شويه يرخبوا على الناس، شويه يرخبوا على الناس وصافي. ياك سيري البصله، ما طايش على البصله، ما طايش 240 بصله 160، هي بدات تنغش شويه. ودابا من هذا الشيء ما نعرفوا شكون اللي تيزيد علينا في هذه السلعه، الدوله ولا الحكومه ولا نبقاو نسبيوها في من غنس كيفاش؟ عادي حنا راه كما ديروا لها 1000 ريال غناكلوها، داروا لها 400 غناكلوها، ماشي مشكل. دابا انا نعرفوا شكون من غنوجهوا جلاله الملك ولا شكون ياك. خلع سير اسمعني ياك. ايوا راه شي اللي عندي انا قلت لك. هل تطرح السؤال ديالك؟ شكون مسؤول على هذه الزياده؟ واش الملك؟ واش اخنا؟ واش كي تيقولوا هما؟ ولا شكون؟ والله تحمل جميع المسؤول الهضره اللي تنقول، الهضره اللي تنقول كتحملها هضرتها انا.